النهاردة هتختتم الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة واللي أقيم في مدينة أسوان من الفترة من الخامس إلى العاشر من شهر مارس الجاري بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة وبرعاية مباشرة من المجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان. صحيح مصطفى أن الدورة السابعة شارك فيها 61 فيلم بين طويل وقصير روائي وتسجيلي ورسوم متحركة، وتنافست الأفلام دي للفوز بالجوائز في مسابقتي الفيلم الطويل والفيلم القصير وجائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورو متوسطي، بالإضافة لمسابقة خاصة بالأفلام المصرية ومسابقة أفلام ذات أثر ومسابقة أفلام الورش. السنة دي الحمد لله كان لنا يعني فرصة كبيرة ان احنا نعمل برنامج ورش ناجح وكبير استمرت على مدار 3 شهور في أسوان، كل اللي فيه من شباب وفتيات أسوان، وده الهدف الأساسي اللي احنا بنشتغل عليه طول الفترة ديت، هو ان احنا نعمل تمكين لشباب جوه صناعة السينما. طب ايه الهدف؟ الهدف ان احنا ما نخرجش، ما نخليش الموهوب الشخص الموهوب سواء بنت او ولد يضطر ان هو يخرج بره اسوان او يجي القاهره عشان يشتغل او علشان يلاقي فرصه للعمل جوه مجال السينما. فاحنا السنه دي الحمد لله نجحنا بمعاونه طبعا وزاره الثقافه ومحافظه اسوان وكل الجهات المعنيه وكمان مؤسسات المجتمع المدني ان احنا نعمل برنامج ورش يمتد على مدار 3 شهور يبقى في برامج متنوعة جواه، فده الهدف واحنا الحمد لله شغالين عليه والحمد لله ربنا بيكرمنا سنة بعد سنة. السنة دي السنة السابعة من أفضل السنين اللي مرت علينا، لأن احنا السنة دي بنحط رجلينا على أول طريق إن أسوان يبقى فيها مشروع سينما كبير يساعد أسوان كسياحيا وكمان يساعد الموهوبين جوه أسوان ما يشتغلوا. السنة دي في الدورة السابعة اشتركت بفيلمين في الورش كتصوير مصور مدير تصوير وفيلم في مسابقة ذات أثر اسمه العروسة إن شاء الله مع الأستاذ سيد عبد الخالق المخرج. جيت حتى أغطي إعلاميا هذه الحركة الثقافية الرائعة، والمؤسسة Land of Art Foundation تشترك للمرة الثانية في هذا المهرجان الدولي العالمي اللي يجمع فنانين من هوليود وأيضا جمع من الوطن العربي كفن تشكيلي. إشارة جيدة أو لمسة جيدة من المهرجان أن تعزز دور المرأة في المجتمع. شكرا لك وأتمنى لك التوفيق. الهدف من هذا المهرجان أن احنا بنعرض طبعا كالمجلس القومي للمرأة شريك أساسي في هذا المهرجان خاص بسينما المرأة ومنتدى نوت اللي بيعرض كل سنة وبيتم فيه مناقشة كل الأفلام اللي بتهتم بالمرأة في جميع بلاد العالم.